فواحد صاحبي بيقول لي ايه، انا الاسبوع الجاي رايح المدينه. فقلت ربنا يوعدنا. بعد كده على العشر الاواخر من رمضان، انت فين؟ انا في المدينه. بكلم واحد صاحبي اسمه عمرو زكي، انت فين؟ انا بلبس عشان رايح المطار كمان ساعه، رايح فين؟ هركب على المدينه. انا متضايق، كان نفسي اروح. فعرفت ان الامر ياتي بدايه من السماء ليس من الارض. يعني انت لو ركزت ان الاذن ياتي من ربنا، ربنا هيجيب الاذن. لكن لو ركزت في اسباب الارض ومش في دماغك ربنا وافق ولا لا، مش هتمشي. فكلمني واحد من علماء المدينه، يعني من العلماء الافاضل اللي هم يعني ايه، من علماء الحديث، فبيقول لي بيسلم عليا وقبل العيد بقى باسبوع والعشر الاواخر، وبيوصيني بقى بالدعاء وليله القدر. فبقول له حضرتك فين؟ قال لي انا في المسجد النبوي ومستني عشان الفطار، ثم بعد كده هصلي التراويح وعندي درس بعد التراويح. قلت له انا كان نفسي افطر معاك كل الليله دي في المسجد النبوي. قال لي حي الله الطبيب، اتفضل. قلت له انا في القاهره. قال لي اتفضل. قلت له حضرتك بيننا البحر الاحمر، هاجي ازاي يعني؟ قال لي يعني مش هتيجي؟ قلت له يعني انا نفسي اجي. قال لي خلاص الله قادر يجيبك. قلت له ماشي ونعم بالله، الكلمه اللي هي بتتقال على اللسان وليست من القلب. فسالني سؤال كده ضايقني، قال لي هو ربنا قادر يجيبك ولا لا؟ فرديت قلت له ايه؟ طبعا ربنا قادر. قال لي وانت مصدق؟ قلت له لا، اصل مش هتيجي بالعقل يعني ان انا اروح اتعشى معاه كمان ساعه في دوله تانية، ولا حاجز طيران ولا فيزا ولا اقامه ولا تاشيره ولا شركه سياحه ولا عمره، هروح بايه يعني؟ فقال لي لو انت مش مصدق ان الله قادر، فالله لن يجيب عبد يختبره او يشك في قدرته. فقال لي يا رامي الله قادر، ولكن عبد القادر مش مصدق ان الله قادر. فلما تصدق ان الله قادر بعد كده اتكلم معايا. فقلت له طب خلاص ما تقفلش، انا مصدق ان الله على كل شيء قدير وقادر يوديني دلوقتي. في اسباب اعمل بيها، اخد بالاسباب؟ قال لي اقول لك تاخد بالاسباب، واحنا طبعا نحب الايه؟ الاسباب. هيقول لي على رقم واحد في السفاره هيخلص لي الورقه. قال لي اسباب غريبه جدا. قال لي انت مش عايز تيجي عند الرسول؟ قلت له اه. قال لي اكثر من الصلاه على الرسول. ومعاك فلوس؟ قلت له لا، الفلوس اللي معايا قليله. قال لي اكثر من الصدقه. يا سلام. طيب احنا كده يعني عملنا العكس. فكان معايا مثلا اظن ساعتها 6000 جنيه، وببص على التذكره بتاعت المدينه كانت ب 8000 9000، وفي العشر الاواخر بتزيد كمان تبقى 10 11 12، ولازم تبقى حاجز قبل رمضان بشويه حلوين، ومش هينفع تحجز في نفس اليوم، ولو عايز تحجز في نفس اليوم يبقى بزنس كلاس، ده لو لقيتها هتبقى ب 20 30، وانا اللي معايا 5 6000. فكلمت والدتي قلت لها في حد تعرفيه يا ماما من قرايبنا كده من ناحيه حضرتك محتاج؟ قالت لي في فلانه الفلانيه كانت عايزه كذا عشان مش عارف بيتها ناقصه كذا. فكلمتها عندك فودافون كاش، ورحت بعت لها فلوس. بعت لها من 6000 جنيه 3000، بقى معايا 3 بس. وقعدت اصلي على النبي من اول المهندسين لحد الشيخ زايد، ما هو ده قال لي اعمل كده. وصلت الشيخ زايد لوحدي قاعد في الشقه، ورحت فاتح الموبايل ده، مش ده الموبايل اللي محمد بيصور بيه. فرحت كاتب ايه؟ دخلت على جوجل فلايتس وكتبت فلايتس فروم كايرو تو مدينه. لقيت طياره طالعه من مطار القاهره كمان 3 ساعات ب 3000 جنيه. جيت احجز الطياره، حتى ساعتها ما رضاش يحجزها، قال لي ما تقدرش تحمل حجز للطياره في نفس يوم الاقلاع، هتروح امتى يعني انت بتهزر؟ قعدت اصلي على النبي تاني، اصلي على النبي تاني، اصلي على النبي تاني، وصليت ركعتين ودعيت ربنا، يا رب لو انت اذنت هتيجي، ما اعرفش ازاي. لقيت بعدها التليفون بيرن، الو دكتور رامي؟ والله يا دكتور انا يعني كنت عايز الاستشاره كده، كان عندي رسم القلب فيه مشكله، دقات القلب سريعه، لو تبص لي عليه على الواتس. طب ابعته لي، بصيت عليه كذا كذا، اعمل كذا، طب ضربات القلب كام دقه، طب مش عارف ايه، واديته النصيحه وخلصت. طب سلام سلام، سمعت جنبه كده تيت تيت تيت. قلت له انت شغال فين؟ في المرور ولا ايه الصوت اللي جنبك ده؟ قال لي لا انا شغال في مطار القاهره صاله 3 في مكتب حجز مصر للطيران. قلت له طب تعرف تحجز لي التذكره دي؟ قال لي ابعت لي سكرين شوت واحجزها لك، ومش عايزين حاجه، لو عايز ببلاش ما عنديش مانع. سبحان الله. قال لي بس تعرف تيجي المطار قبل الاقلاع بساعه؟ قلت له ماشي. رحت مكلم اوبر ورحت لامم اي حاجه في الشنطه، ما لحقتش حتى اقول لامي ان انا مسافر، ورحت راكب ووصلت قبل الاقلاع ب 10 دقائق، بساعه و10 دقائق، ودخلت وحجزت تذكره ووقفت على الكاونتر، ولقيت الراجل بيقول لي انت جاي ليه متاخر؟ قلت له والله انا اسف اخر واحد وبتاع. فقال لي عمره ان شاء الله؟ قلت له ايوه. قال لي فيزا العمره؟ قلت له مش معايا. قال لي انت شركه سياحه يعني؟ قلت له لا انا جاي لوحدي. ايه تبع حمله يعني؟ قلت له لا والله لوحدي. قال لي يعني معاك يعني فيزا زياره مثلا؟ قلت له لا والله.
قال لي انت جاي تبع ايه يعني؟ قلت له بالصلاه على الرسول كده. ما انا جاي كده، انت جاي تهزر يعني ولا ايه؟ فقال لي طب ثانيه نادي المدير. قلت يا لهوي، ده راح تفوتني. اللهم صل على النبي، اللهم صل. راح مكلم المدير جوه وقال لي حاجه بتشتغل ايه؟ قلت له انا طبيب. قال لي درست قبل كده في انجلترا في امريكا؟ قلت له اه درست في انجلترا. قال لي معاك اقامه او فيزا في انجلترا؟ قلت له اه. قال لي في قرار كان طالع لسه قبلها بكام يوم ان اي حد معاه فيزا لانجلترا او امريكا يخش بتاشيره عند الوصول في السعوديه. يلا اركب. ورحت راكب، اقسم بالله العظيم، والله العظيم، سبحان الله سبحان الله. وساعتها رحت مصور نفسي كده سيلفي ومكتوب ورايا ايجيبت اير مدينه وبس، ونزلتها ستوري. اخواتي عرفوا واصحابي بيرنوا عليا، يا رامي انت فين دلوقتي؟ قلت لهم انا رايح المدينه. قالوا لي مدينه ايه؟ شروق. قلت لهم لا، المدينه منوره. قالوا لي انت مش كنت من الرخامه العجل؟ لا استقبل يا لحمه. فنزلت المدينه على الله كده مش عارف اعمل ايه، فلقيت واحد واقف ومعاه يافطه كده وكاتب عليها ايه؟ الدكتور رامي اسماعيل. قلت له انا راجل سعودي كده. فبقول له انت مين؟ قال لي ما تعرفني، انا بدر الحربي. قلت له اهلا يا بدر، اهلا بيك، انت مين يعني؟ قال لي انت مره زمان من 5 سنين والدتي تعبت واتصلت بيك وقلت لي اعمل ايه وعالجتها وعملت معايا خدمه عمري ما انساها، فلما شفت الاستوري رحت حاجز لك فندق جنب المسجد النبوي اتفضل معايا. والله العظيم. ودخلت وقعدت وكان نفسي سعيد، ما كنتش فطرت لسه، كان نفسي اتعشى كبسه. لقيته قال لي الاول بس ناكل الاكل. قلت اللهم كبسه، لقيتها كبسه. بعدها قلت له كده مش هنلحق يا بدر، مش هنلحق الصلاه وهيقفلوا على صلاه التراويح وهنصلي بره في الشارع. قال لي ما عليك بس اتمنى يكون بدري بيشوف الفيديو. وبعدها دخلنا المسجد النبوي لقيناه فعلا مقفل والناس كلها بتصلي بره. راح هو مطلع كارنيه كده، راح مدخلينه، وبعد كده دخل تاني، وبعد كده دخل تاني كده، دخلني في الاخر. قلت له انت بتشتغل ايه؟ قال لي ما هو انا شغال في الامن، يعني تحب اخليك تئم بيهم؟ بقى كل شويه تروح الروضه، تروح مش عارف ايه، وانا قاعد ماشي. وكذا حد غيره يعني. يعني انا النهارده لو رحت تاني وكلمت نفس الشخص الله يغضب مني، لان الله يعلمك انك تعتمد على المسبب وليس على السبب.